وتقدم ياتي من جانب فريق الوداد على الجهه اليسرى. وادي الحداد، الحداد استلم على حدود منطقه الجزاء، مرر كره على الجهه اليسرى خطيره عرضيه، جول 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 اول للوداد على الطريق بديع. جميل العرضيه على القائم البعيد، بديع السريع يسجل بضربة رأس لفريق الوداد أول أهداف في المباراة في حالة التعادل السلبي في هذه المباراة في الشوط الأول بعد مرور 21 دقيقة. خطف الحداد لعب على الجهة اليسرى للمتقدم يحيى عطية الله، الله على الكرة العرضية، وهذه تضع للاعب بن داود. بن داود ماذا كان ينتظر بن داود؟ كان عليه ابعاد هذه الكره، لكن اتى من امامه كالسهم بديع عك في انطلاقه بديعه يسجل هدف اول للوداد الرياضي في هذه المباراه بهذه الراسيه الجميله. يشوف الانطلاقه والتفاهم الكبير ما بين يحيى عطيه الله والحداد، تخد في منتهى الروعه، وعلى خد تمريره من جانب اسماعيل الحداد وبذكاء يلعب الكره ويحصل على ركل جزاء على مراد ناجي. شوفوا مراد ناجي راح طبعا بهذه الطريقة، لكن هل لمست الكرة ايد مراد ناجي؟ هل لفريق الوداد جبران؟ جول، جول تاني لفريق الوداد من علامة الجزاء عن طريق يحيى جبران بكل هدوء. من المباراة الوداد 2 اولمبيك اسفي لاشي، راح على اليمين مران بيساك وجبران وضعها له بعيدة على يساره بارتفاع نموذجي، وضع ركلة الجزاء على يسار الحارس مران بيساك. جبران يحيى ركلة الجزاء صدق عليها رضوان جيد. كاسينجو كاسينجو كاسينجو، جول جول لكاسينجو، وصل إليها مران بيساك لمسها بأطراف أصابعه لكنها سكنت الزاوية اليسرى العليا لتعلن عن ثالث أهداف فريق الوداد في هذه المباراة. برافو مروان بيساك، حاول الوصول لتسديدة كاسينجو كازادي لركلة الجزاء، لمسها لكن كانت قوية. ساكري قريب كاس في هذه ركنية، مرت جول 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 لحمزة خابة 3 لحمزة خابة، هدف تخليص الفارق لفريقه في المباراة. يسجل أول أهداف فريق قريب كاس في هذه المباراة حمزة خابة. أولمبيك أسفل اللي خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الماضية أمام فريق الفتح الرباطي بعد ثلاث انتصارات وتعادل في المباراة. أهداف مقابل هدف، وادي كاسينجو بانطلاقة تأتي من جانب اللاعب الكونغولي، هي كرة الآن بديع، جول رابع للوداد، هدف بديع يأتي عن طريق بديع عك، وأصبحت النتيجة الآن 4-2 لفريق الوداد. بديع والثنائية تأتي الآن في هذه المباراة لبديعك. بديع الهدف الثاني لي في هذه المباراة، يسجل الأول، وهنا طبعا قد يكون هذا الهدف هو الهدف الأخير في المباراة. إذا افتتح التسجيل بديعك في المباراة، وهنا يسجل الهدف الرابع لفريقه. بديع والثنائية ترفع رصيد التهديف في البطولة إلى 5 أهداف الآن في